عليكم أعزائي المشاهدين، نحن في برنامج أحلى أيام عشتها بحياتك، ونحن هلأ رح نسأل أول شخص. مساء الخير. مساء النور. شو أحلى أيام عشتها بحياتك؟ أحلى أيام عشتها بحياتي وقت كنت قاعد ببطن أمي 9 شهور، آكل شارب نايم، خدمات متوفرة علي الحرام. وقت اللي جت طلعت بطن أمي ما شفت يوم حلو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.